الله وبركاته. من هنا كانت البداية، وأثناء تقديم الوجبة عشاء لأحد أسر المهمشين في رمضان المبارك، وأثناء ما كنت منتظرة لاحظت أحد الأطفال الذي لم يتجاوز السنتين من عمره يطيل النظر إلي. انتهى شهر رمضان وما زالت نظرات ذلك الطفل في مخيلتي ليلة نهار، أفكر ما الذي أستطيع أن أفعله لأخدم هذا المجتمع، وما هو الهدف الذي لازم أنه يكون في عقلي ولازم أسعى إليه. بدأت الدراسة وكانت بالنسبة لي نبراس أمل. كيف نبراس أمل؟ استثمرت وقت الاستراحة عشان أركز على صديقاتي الذي ما فيش معاهم وجبة إفطار عشان أقاسم معاهم تلك الوجبة. أما الصديقات الباقيات اللي ما كان فيش معايا شيء أقاسمهن، كنت أقاسم بقية وقت الاستراحة نقضيها باللعب إلى ينتهي وقت الجرس. كنت أظن بتفكيري إنه ممكن أنسي تلك الطفلة مرارة الألم والإحساس بالجوع. قدم لكم نفسي فادية محمد أبو غانم، مهندسة اتصالات وإلكترونيات. مرت السنين، شاركت بعديد من الأنشطة الطلابية والفعاليات الخيرية من أطباق خيرية، حضور مهرجانات، حملات نظافة وغيرها، إلى أن أتى عام 2006. وقتها التحقت بكلية الهندسة. كنت أفكر إيش الشيء الذي أستطيع أن أنا أسويه، وكيف أحقق الرسالة التي أنا أطمح لها، وكيف تكون بصمتي في هذا الصرح العلمي. وفي يوم من الأيام خطرت ببالي فكرة. كانت فكرتي أن أعمل حملة إلكترونية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك، وكذلك في منتدى سهيل الذي كنت أحد أعضائه. والحمد لله أعلنت عن الحملة بعنوان مساندة واحترام، تفاعل فيها كثير من الطلاب والطالبات. وكانت الحملة تحمل محورين، المحور الأول حملة مساندة، وهي باختصار إن احنا نجمع مبلغ مادي نهاية كل شهر عشان نشتري بالسلال الغذائية للعاملين والعاملات. المحور الثاني حملة الاحترام، إنه إذا ما كنتش أنت من الناس الذي يقدروا يجمعوا مبلغ مالي نهاية كل شهر، فعلى الأقل كف أذاك عنهم. الحمد لله وفقنا الله سبحانه وتعالى ونجحت الحملة، ومرت أشهر طويلة والحمد لله إحنا بنوزع السلال الغذائية. وفجأة مرينا بأحداث 2011، انقطعنا عن الدراسة، كان صعب أتواصل مع الفريق، كان صعب نجمع مبالغ مالية نشتري السلال الغذائية. ولأنني متطوعة ولي خبرة في التطوع، فكرت إنه لازم نلاقي حل، لأنه مش معقول إنه خلاص العطاء ينقطع في هذه اللحظة. قررت وقتها إن أنا أروح للكلية وأعمل زيارة للعاملين والعاملات وأسأل عنهم. وفي أحد الزيارات لقيت إحدى الخالات ودار بيننا الحوار الثاني. ها خال، كيف أنتي؟ إيش أخبارك؟ شو مبين عليك إن أنتي تعبة؟ إيش ما تجلسي في البيت؟ لو جلست في البيت يا بنتي من عيشها على جهالي. كانت نظرتها نفس نظرة ذلك الطفل، نظرة ما فارقتنيش. وقتها حسيت بالألم وحسيت بالعجز، إن فعلا وقتها ما كنتش أقدر أقدم لها أي شيء. روحت البيت وقعدت أفكر إيش أقدر أسويه؟ أنا لازم أسوي شيء حتى لو كان شيء بسيط. ما لقيتش أمامي إلا نفس الفكرة، وهي عبارة عن حملة إلكترونية منشور أحطه في الفيس وأكتب فيه عن معاناة العاملين والعاملات. وبالفعل عملت المنشور في صفحتي في الفيس، وما هي إلا لحظات دقائق لا أتذكر بالضبط، وإذا برسالة شخصية تصلني من شخص لا أعرفه يحمل اسمه مستعار يسألني هل هذا اسمش الحقيقي؟ قلت له نعم. قال ممكن اسمش الرباعي؟ قلت له ليش؟ قال في معي مبلغ بسيط أحب أرسل، ليش؟ عشان أشتري سلال غذائية للعاملين والعاملات. وقتها قلت له خير إن شاء الله، شكرا جزيلا. ولأنه لابد أن لا نغلق العنا بثقتنا التامة والمطلقة للغرباء، ولأننا سلوكي كمتطوعة أنه لازم أستشير قبل ما أنفذ أي قرار، رحت لعند الوالدة وقلت لها. قالت لي خير إن شاء الله، روحي لعند الصراف واسألي إذا كان في مبلغ استلمتي، ما فيش مش أنت خاسر حاجة. وبالفعل رحت لعند الصراف وسألته في حوالة اسم فادي أبو غانم، قال لي نعم. قال كم المبلغ؟ قلت له ما عادش.
اسم المرسل؟ معرفش. اسم المنطقة؟ معرفش. اسم الدولة؟ معرفش. أنت الآن ما جبتيليش صح إلا اسمش، أيش القصة؟ قلت له بكل اختصار هذا فعل الخير ما حبش إنه يذكر اسمه، جاب لنا هذا المبلغ ووقعت على الورقة واستلمت المبلغ. كم تتوقع المبلغ الذي حصلته؟ 20,000؟ 30,000؟ 50؟ المبلغ كان 100,000 ريال يمني. روحت وأنا مندهشة، إيش الذي يخلي شخص ما يعرفنيش من أول منشور يقدر يرسل في هذا المبلغ الكبير؟ يومها أدركت إنه فعلا إن الله إذا أعطى أدهش. تواصلت مع الفريق قلت لهم في معنا مبلغ مالي، خلونا نضيفه، خلونا نضيفه مع المبلغ الذي معانا ونشتري سلع غذائية. وهذا طبعا صورة أول سنة وأنا فخور به اليوم، وهذه صورة السلع الغذائية اللي اشتريناها وأنا فخورة فيه، لأن هذا السند كان نقطة انطلاق فادي أبو غانم. وقتها وثقنا السلال الغذائية ورسالة التوثيق لفاعل الخير رغم ما طلبش مني، بس من باب المصداقية خلاص هو وثق فيني أنا لازم أعطيه أكون قد الثقة. وقتها اقترح علي هذا فعل الخير إنه أعمل مبادرة شبابية. وقتها سألته قلت إيش معنى المبادرة الشبابية؟ في الأخير وضح لي إيش معنى المبادرة الشبابية وكيف أنشئ مجموعة على فيسبوك. وبالفعل أسسنا مجموعة وهي مبادرة شبابية في 2/8/2012 وأطلقنا اسم المبادرة مبادرة لأجلهم. وفقنا الله سبحانه وتعالى في 2012 وزعنا سلع غذائية، وزعنا بطانيات الشتاء، وزعنا كسوة للفقراء والمساكين لأربع مناطق. وكذلك وفقنا الله تعالى في 2013 توسع نشاطنا، زرنا دور الأيتام وزرنا دور المسنين، وكذلك توسعنا إلى 6 مناطق. بس واحدة لحظة، في 2013 في منتصف هذا العام فكرنا احنا عملنا مبادرة عشان يكون لنا أثر، وين الأثر الذي لاحظناه؟ فين هذا الأثر الملموس؟ لقينا أن البطانيات بتبلع والسلل بتنتهي، كان لازم أن احنا نغير الهدف ونغير الخطة ونبدأ بشعار جديد. وفعلا غيرنا الهدف وهو تأهيل وتمكين الأسر، وهو باختصار النهوض بالمجتمع والوصول إلى اكتفاء ذاتي للأفراد والاعتماد كلياً بعمل مشاريع صغيرة أو إن إحنا نشتري لهم أدوات توفر لهم احتياجاتهم من خلال تعليم حرفة. والحمد لله كان شعارنا نؤهل لنمكن فنبني وطن. بدأنا مشاريع التأهيل، عملنا مشاريع تأهيل بقالة، كثير من المشاريع مثل عربية تطار وخضروات، اشترينا مكان خياطات كثير من الأسر عشان يعتمدوا على نفسهم. وفي يوم من الأيام هذه من ضمن مشاريع التأهيل، وكذلك مشاريع فطور. وفي يوم من الأيام رحت عشان أقيم مشروع التأهيل ولقيت إحدى الخالات، بنقول لها ها خال كيف أنتوا بعد المشروع؟ إن شاء الله تحسن الوضع وأنتوا أصبحتوا أفضل. ردت علي وقالت يكفي يا بنتي إن بناتي بيصيروا المدرسة ومعاهم قيمة الصبح. وقتها أنا انبهرت وتذكرت الماضي، قلت سبحان الله كنت من زمن وأنا صغيرة أقسم السندوتش مع صديقاتي، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبإنجازات مبادرات لأجلهم بالتأهيل كان السبب إن الطفل الواحد تحصل على سندوتش واحد، يكفي إنها تحصل على سندوتش مكتمل. الحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا، وكانت هذه رسالة ثانية لي في التطوع، الشعور والانتماء لهذا المجتمع بأنه ممكن أسوي أي شيء مهما كان. طبعاً أحب أقول لكم شيء، إن محطات الحياة ممكن تصنع في الإنسان أشياء بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، ما فيش تخيل أبداً إنه ممكن يتكون ذلك الشعور بداخله يدفعه إنه يعمل عمل كبير. إحنا محتاجين إن إحنا نعزز الشعور بالانتماء والإحساس
المسؤولية تجاه هذا المجتمع. مش بالضرورة نحن نستفيد لحظتها أو نلتمس الأثر مباشرة، لأن صدقوني والله الله إن الأثر الأروع والأجمل إن نحن ننشر مفهوم المحبة فيما بيننا البين، وبالتالي عيقل نسبة الفساد والبلطجة في بلادنا. إذا عملنا مقارنة بسيطة بيننا وبين دول الغرب، نلاقي إن 90 مليون من الشباب الغربي بيقضي 4 ساعات في التطوع خلال الأسبوع الواحد، يعني 50% من الشباب البالغين. وأحب أبشركم بشيء، إن في نسبة بتقول إن عدد المتطوعين في اليمن أكبر نسبة مقارنة بالوطن العربي، وبالتالي إحنا مش محتاجين لأي حد. إحنا في اليمن نملك من القدرات والطاقة البشرية ما تكفي لسد احتياجات الفقراء والمساكين. تعلمت من التطوع إن خدمة الناس ودعاؤهم لي بالتوفيق لا تعادلها أبداً 100 ريالات. تعلمت من التطوع الصبر، تعلمت الأمل، تعلمت التفاؤل، تعلمت عبارات كثيرة. يكفي إننا نقول لعله خير، هذه العبارة التي تعلمت منها من التطوع. التطوع حسسني فعلاً براحة نفسية وسلام داخلي. التطوع سكن شخصيتي من إنسان ما كانش ممكن تتخيل إنها توقف أمامكم اليوم إلى إنسان واثقة بنفسها وقادر إني أطالب بحق أي شخص. أهم شيء إني تحس إني ممكن تسبب للسعادة. وفي الأخير شكرا لكل من استمعني، شكرا لمن كانت قدوتي ومثالي الأعلى في التطوع أمي الغالية، وشكرا إلى من دعمني بوقته وجهده وماله زوجي الحبيب. السلام عليكم.